صاحب الجلالة في هذه المناسبة يشرفني أن أؤكد لجلالتكم أن الوزارة بتوفيق من الله تعالى وبرعايتكم الملكية السامية وبدعم حكومتكم الرشيدة قد حققت المزيد من الإنجازات على الصعيد الإنشائي أو تعزيز الخدمة التعليمية المقدمة للأبناء الطلبة بمن فيهم طلبة الجمج بزيادة عدد المدارس التي تخدمهم لتبلغ 77 مدرسة تجسيداً للبعد الإنساني لمشروع جلالتكم الحضاري. كما حقق أبناءكم الطلبة هذا العام نتائج متميزة في الاختبارات الدولية لقياس التقدم في المهارات القرائية، حيث حصلت طالبات مملكة البحرين على المركز الأول على جميع الطلاب والطالبات في الدول العربية المشاركة. يضاف هذا الإنجاز إلى الإنجاز السابق في اختبارات الدولية للرياضيات والعلوم التمس العام الماضي، حيث حقق طلبة البحرين أكبر نسبة تحسن بين الدول المشاركة ب 45 نقطة معيارية. هذا بالإضافة إلى العديد من الإنجازات في المشاركات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. سيدي حضرة صاحب الجلالة يحفظكم الله ويرعاكم، أكرر خالص الشكر والتقدير لجلالتكم على الدعم والمساندة للمسيرة التعليمية وعلى رعايتكم لهذا المهرجان، والشكر موصول إلى جميع الشركات والمؤسسات الداعمة، مؤكداً بأننا سوف نظل على العهد دائماً تحت راية جلالتكم الخفاقة بكل معاني العز والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادتك دكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على كلمته القيمة. دائما يا طلبتنا وطالباتنا نكرر شكرنا لقائدنا حمد، تحية قوية للملك. عاش الملك. طويل العمر. هدية الوزارة هذا العام لجلالتكم غير عادية، وهي شهادة دولية صادرة عن المنظمة الدولية المسؤولة عن تنظيم الاختبارات الدولية تيمس 2015، تشهد على مدى التقدم الذي حققه طلبة مملكة البحرين في العلوم والرياضيات بين جميع الدول المشاركة. نتيجة مشرفة حققها جيل بوسلمان، نتيجة لدعم جلالتكم لمسيرة التربية والتعليم، حيث حصل طلبة مملكة البحرين على أعلى نسبة تقدم بين اختبارات 2011 واختبارات 2015 ميلادية بتحقيق 45 درجة معيارية للتقدم. هذا الإنجاز العالمي هدية من طلبة البحرين ومعلميهم وأولياء أمورهم وجميع منتسبي الوزارة لجلالتكم. يلا يا طلبة ويلا يا طالبات، أبي الملعب يهتز، خلونا كلنا نهتف في صوت واحد. طويل العمر طويل العمر. إنجازنا لك هدية. طويل العمر طويل العمر. إنجازنا لك هدية. صوت أقوى. طويل العمر طويل العمر. إنجازنا لك هدية. طويل العمر طويل العمر.
الله الرحمن الرحيم، الأساتذة الأفاضل، أولياء الأمور الكرام، أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد على الدوام بأن نلتقي بكم في هذه الاحتفالية الطلابية السنوية التي نحرص على حضورها ومشاركتكم فرحتها، كما نشكر وزارة التربية والتعليم على تنظيمها لهذا الحدث الوطني الذي يأتي هذا العام بعنوان 18 عام من العطاء، احتفاء بمنجزاتنا الوطنية المتواصلة، ومن ضمنها ما تحققه المسيرة التعليمية المباركة التي سنحتفل قريبا وبإذن الله بذكرى انطلاقتها المئوية. الحضور الكريم من منطلق تقديرنا لما يزخر به الميدان التربوي من جهد لافت وعطاء مخلص، فقد وجهنا إلى تخصيص جائزة التربوي المتميز لتكريم أساتذتنا الموقرين والموقرات، نظير إسهاماتهم الجليلة ومبادراتهم الطموحة في الحفاظ على ريادة البحرين التعليمية ومكانتها العلمية والثقافية التي نعتز بها. وبالختام نتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم في الإعداد لهذا الحفل الوطني بمضمونه المعبر عن روح الأسرة البحرينية الواحدة، وبرسائل المؤكدة على أهمية قيمنا الوطنية النبيلة. وقبل أن ننتهي نعلن أن بكرة بإذن الله إجازة للمدارس العامة والخاصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على عيد جلوسكم بكل مشاعر الحب
والتقدير والاعتزاز لجلالتكم. يا طويل العمر، اليوم عيالك اللي جمعهم حب الوطن وقيادته الرشيدة، اللي زرعت فيهم قيم الاحترام والتسامح والمحبة، مو بس في ديرتنا طال عمرك، يدك ممدودة بالعطاء للعالم كله. لما أنشأتوا مركز الملك حمد العالمي للحوار بين أتباع الأديان والتعايش السلمي، عيالكم يا أبو سلمان عيال البحرين مهما اختلفت أديانهم وتنوعت أعراقهم إلا أن حب البحرين هو عنوانهم. تعالوا تعالوا يا يمة تعالوا، اليوم أبوكم أبو سلمان موجود في وسطكم. تعالوا يا يمة تعالوا، هذه عيالك يا أبو سلمان، يا وقلوبهم تروي قصة، قصة عهد أبو سلمان جيل بعد جيل، وشلون ازدهرت بلادنا في عهدك الزاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طويل العمر، 18 عام من الإنجاز، هذا شعار مهرجاننا اليوم، بفضل شجرة المحبة اللي غرستوها فينا وسقيتوها بروحكم وعزيمتكم. اليوم نقطف ثمارها. طلابك يا أبو سلمان خلوا بلدهم تنال أعلى نسبة تقدم من بين الدول اللي شاركت في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم. والتقدم يا طويل العمر مو نقطة أو نقطتين، بل 45 نقطة. يا طويل العمر مو بس كذي، ترى عندي بشارة أبشركم إن مملكة البحرين حققت إنجاز جديد في الدراسة الدولية لقياس التقدم في المهارات القرائية في أول مشاركة لها. طالبات البحرين حصلوا المركز الأول على جميع الطلبة من الدول العربية المشاركة، والبحرين اللي تفخر بإنجازاتها التعليمية تفخر بعد بتنوعها وتعايشها. صاحب الجلالة، أهديكم السلام والشكر من مدرستنا مدارس الإيمان، ونهديكم فوزنا في تحدي القراءة العربي وتفوقنا على 41,000 مدرسة. والفوز يا صاحب الجلالة تجسيدا لتوجيهاتكم للاهتمام باللغة العربية لغة القرآن الكريم، هويتنا ومصدر فخرنا واعتزازنا كل حين. طويل العمر، بلقيتكم الكريمة أثلجت قلوبنا، بتبقى وسام على صدورنا. يحفظكم الله يا ملكنا، ويا السامعين قولوا آمين. آمين. وإحنا مدرسة البيان يا سيدي نهديك أحلى التحيات، ونضع بين يديك فوزنا على مستوى العالم في جائزة زايد لطاقة المستقبل، ونعاهدك بأن نكون فخرا لكل البحرين وصرحا للعلم والعلماء. يا طويل العمر، أنا أثني على كل اللي قالوا زملائي، وأتشرف بهذه المناسبة السعيدة أن أهديك شيئا من مطبعة برايل، واللي وفرتوها بدعمكم السخي يا صاحب الجلالة، وهي من أكبر المطابع في العالم لطباعة الكتب للمكفوفين. فتقبل مني هذا الكتاب المصحف الشريف اللي هو من إنتاج